فاستجابة للتنسيق الوطني التي يضم 17 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم، فقرت أنه استرو برنامج نضالي بدأ من 5 أكتوبر مسيرة وإضراب وطني، ثم تلتهم طبيعة حتى 3 أيام 24 25 26 أكتوبر، ثم غد تتليه 7 و8 نوفمبر احتجاجا على نظام أساسي اللي كان مجحف ومشؤوم طبيعة الحال ولا يليق بكرامة نساء ورجال التعليم، وجاهد بطبيعة الحال هذا النضال من أجل بطبيعة الحال التراجع عنه في أقرب وقت، وإلا ستكون لا قدر الله سنة بيضاء وستتحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية في هذا الشيء. كان بناء على واحد البيان ديال تنسيقية هيئة التدريس اللي هو دار فيه 4 أيام ديال الإضراب ابتداء من الثلاثاء نهار الاثنين، كنا درنا وقفات احتجاجية صباحا ومساء لمدة ساعة لكل فوج، ثم من الثلاث حتى الجمعة كاين إضراب، واليوم وقفة احتجاجية. احتجاجا على ماذا؟ هذا هو السؤال، على مخرجات النظام الأساسي الجديد اللي هو حقر الأستاذ، عطاه صفر تعويضات وعوض جميع الأطر التربوية والإدارية، وخلى الأستاذ اللي عطاه صفر درهم فقط كتعويضات وتقلب المهام وصبحا ونص ديال العقوبات وإتقال بمهام إضافية اللي ولات واجبة، بحال المهام ديال الحياة المدرسية اللي كنا كنديروها عن طواعية بتولي واجبة، مهام الحراسة كذلك اللي هي أصلا عطينا لنا، وتنشوفوا أن هذا النظام مجحف بجميع المخرجات ديالو، عاد التقاعد اللي هو حتى هو اللي جاي حتى هو راه مجحف، عاد ما كاينش تحفيزات والحكران الأستاذ وضرب كرامة الأستاذ وضرب المدرسة العمومية. كيناضلوا هاد الإخوان على النظام الأساسي، لأنه هاد النظام الأساسي نظام اللي هو هزيل، لأنه كيفرضوه رجال ونساء التعليم بصفة عامة، يعني كنا فرحانين باش يكون واحد النظام أساسي اللي هو نظام محفز، ولكن اليوم مازال هذا، اليوم كنهضر على واحد الفئة اللي هي فئة مقهورة، فئة المساعدين التقنيين. إذا من 2016 حنا كنناضلوا، درنا مسيرة، درنا وقفات، درنا اعتصامات، يعني أمام الوزارة التربية الوطنية على الإدماج. اليوم وزارة التربية الوطنية لأن حنا كنا في الأطر المشتركة، اليوم هي دمجتنا ولكن دمجت بالإسم، حيدت مساعد تقني ودارت مساعد إداري ودارت مساعد تربوي، ولكن لا حنا عطينا المقابل، ماشي تعطيني واحد جوج دريات تسكتني وتقول لي راك دمجتي في وزارة التربية الوطنية، لا، لأن واحد الفئة اللي عطات الكثير والكثير لوزارة التربية الوطنية والمؤسسات التربوية، وهذا عليه خصنا نحفزوهم، لأن حنا كنا أسرة تعليمية وكنا رجال ونساء التعليم، وحنا كنرفضوا رفضا تاما هذا النظام الأساسي، وكنطالبوا الإدماج بإيت الرجع من 2016، واللي كنطالبوا واحد النقطة ثانية، لأنه المسؤولين يوجهوا للمدير الإقليمي، لأنه الإخوان كيطالبوا السكنيات، والسكنيات اللي هما محتلة، والمديرية الإقليمية والجهوية اللي ما قدراش تحرك هذا الملف هذا.